كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. مدير دار الشباب النموذجية بغادي ما تنترج التظاهر هذه في إطار العمل التطوعي التحسيسي، هي بادرة قامت بها وزارة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني، شباب جندوبة متطوع ضد الكورونا تحت شعار بوعيك تحمي روحك والعزاز عليك. تشوفوا اليوم يعني ديناميكية كبيرة في معتمدية غادي ما، والحمد لله بفضل شباب دار الشباب النموذجية بغردي ما هكو تشوفوا اليوم الشباب هذا أصبح الحمد لله متطوع وواعي، يعني استطعنا أن نغطيه به مش حاجات المدينة كلها بينسير، أما لكن استطعنا أن نحسه ونوعي المواطنين ضرورة يعني لبس كمامة واستعمال الجال والتباعد الاجتماعي، يعني كل هذه يعني أنشطة توعوية تحسيسية تجنب المواطن يعني عديد مخاطر الكوفيد عفانا عفاكم الله، وإن شاء الله الآفة هذه